رسالة إلى جلال الطالباني ينبهه إلى خطورة الانزلاق مع الغزاة ضد الوطن والشعب. وهذه الرسالة هي للتوثيق وللتأريخ حتى لا يقال لنا بعد أن ينهزم الغزاة الأمريكان والبريطانيون أن العراق وقائد العراق العظيم الرئيس المجاهد صدام حسين لم ينبه ولم يحذر من كان على شفا جرف هار كي لا يسقط فيه. وأقرأ لكم نص رسالة السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله ورعاه إلى جلال الطالباني. بسم الله الرحمن الرحيم. من صدام حسين إلى جلال الطالباني. أما بعد، منذ فترة طويلة من الزمن ونحن نسمع ونرى قائمة بينكم وبين أمريكا والصهيونية وآخرين، وكنت أقول في نفسي أن جلال وهو المعروف بأسلوبه السياسي وتكتيكاته الخاصة قد يكون قدر أن من مصلحة رؤيته هذه أن يقيم نوعا من الغزل مع هذه الأطراف الملعونة، وهي حالة صارت شبه مألوفة عنه لنا ولغيرنا، ليس لأنها مشروعة وإنما هي مفهومة عندما نستذكر شخصية جلال. ولكن الغزل دخل مرحلة خطيرة الآن، فتحول من غزل على وفق الاعتياد السابق إلى استقبال قوات أمريكية والتهيؤ المشترك معها لفتح جبهة في الشمال ضد جيش وشعب العراق بقصد تخفيف الصعوبات التي تواجهها قوات الغزاة في المحاور الأخرى والخسائر التي تتكبدها ونوع أدائها الذي صار مفضوحا على المستوى العالمي. إن من واجب المبدأ والأخلاق والدستور أن أنبهك إلى خطورة اللعبة هذه المرة لو استسلمت أنت أو غيرك للاندفاع فيها. وأقول مهما تعقدت الأمور داخل الشعب الواحد فإنها حتما ستفضي إلى حل أساسه أن الشعب والتاريخ والوطن واحد، ولكن سياسيي الاحتراف الخاص القائم على نظرة قاصرة للتاريخ عندما يدفعون الأمور إلى حد التعاون مع الأجنبي ضد أبناء جلدتهم ومستقبل بلدهم كله، فإن الحال يدخل في تعقيد جديد. لم نرى في كل صفحات التاريخ أن بالإمكان تحقيق مكاسب شريفة بمثل هذا التصرف، أو ينجم عنه بيدر من المحصول الطيب، أو أي شيء يعز الإنسان ويضمن له الحد الأدنى من المكاسب الرصينة ومما هو وطني مضمون. ومن المؤكد أن تعاونكم مع الغزاة لو اندفعتم إليه لن يشذ عن هذه القاعدة. إن أمريكا والصهيونية يحاولان في تكتيكاتهما أن يدقا إسفينا في مفاصل العلاقة الحية داخل الشعب الواحد بين أبنائه وبين دول المنطقة في علاقاتها مع بعضها أيضا، بحيث يغدو كل يرسم مستقبله ويهيئ لمستقبله في شك وريبة وعزلة عن الآخرين ونواياهم. وعندما تتجزأ القوى وتحترب فيما بينها يسهل ضربها كل على حدة. ولذلك فإنهما الكيان الصهيوني وأمريكا يدفعانك اليوم
إلى موقف يضطرانك فيه بعد ذلك وبعد أن يقع لأن تتحسب من عواقبه في علاقتك مع دولتك وقيادتك اللتين بهما يكمن كل مستقبل رصين ومضمون وراسخ وليس على حسابهما أبدا. ووسط الهواجس والظنون وحق التحسب دفاعا عن النفس على وفق مفاهيمك ترتمي في مستنقع وحال قد تندم عليه عندما تقيد يداك ويضيق هامش مناورتك المعروف. إنك معروف لنا بأنك لا تجازف بصورة مطلقة ولا تقبل الاندفاع في ظلمة بحيث تفقد المناورة والتعددية في العلاقة بغض النظر عن مشروعيتها ومبدئيتها في قياس هذا أو ذاك من الناس. ولذلك أنصحك بأن لا تندفع إلى ما تندم عليه طالما تأكدت من أن هذه القيادة والدولة التي تقودها في مواجهة الغزاة باقيتان ويمكنك عدم الاصطدام بالجيش والشعب من جانب قوتك المرتبة مع الأجنبي أن تناور ومن جانبنا تكون مناورتك مفهومة مع أننا نعرف أنها غير مشروعة لأن المشروع الصحيح لكل وطني شريف وغيور والمشروع في نظرنا هو أن تقاتل مع بلدك وشعبك وقيادتك ودولتك لو تعرضت إلى عدوان الأجنبي. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. صدام حسين في 30 من شهر محرم من الحرام عام 1424 للهجرة